السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أحييكم في مستهل هذه الحلقة التي تأتيكم من برنامج في رحاب القرآن. مرحبا بكم في هذا الشهر الكريم الذي نسأل الله تعالى أن يتقبل منا وإياكم الصيام والقيام، وأن يجعل شهر رمضان مرتحل بذنوبنا جميعا. أحييكم في ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك، شهر القرآن الذي نعيش معه مع هذه الآيات والتلاوات العطرة التي تأتيكم ضمن هذا البرنامج. نحن اليوم في الحلقة الثانية من المرحلة الثانية التي يتم فيها المسابقة بين المتنافسين الذين تأهلوا في الحلقات الماضية. أحييكم وأرحب باسمكم بلجنة التحكيم، أرحب بالدكتور محمد اليافعي رئيس اللجنة. مرحبا دكتور. مرحبا بكم. كما أرحب أيضا بالدكتور باسم الحبشي. مرحبا دكتور باسم. أهلا وسهلا. وأرحب أيضا بالشيخ الدكتور خالد الكبودي عضو لجنة التحكيم. مرحبا دكتور. حياكم الله. وأرحب أيضا بالمتسابق الأول في هذه الحلقة، إليك، عرفنا بنفسك تفضل. عاصم حسين يحيى محمد دوش، مسابق في القرآن الكريم من محافظة الحديدة. مرحبا بك عاصم. وأنتقل الآن إلى الدكتور باسم الحبشي عضو لجنة التحكيم لطرح السؤال الأول على المتسابق الأول. أتوجه بالسؤال للطالب عاصم، فليقرأ لنا من قول الله تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ تشاقون فيهم. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. وقيل ادخلوا فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين.
وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. أحسنت وبارك الله فيك. إذن بارك الله فيك عاصم على هذه التلاوات العطرة وشكرا للجنة التحكيم. مشاهدينا الكرام سنذهب وإياكم الآن إلى الفقرة القادمة مفاهيم قرآنية، فهنا هناك نتابع ثم نعود. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمد الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، حياكم الله وبياكم، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبلنا وإياكم في الصالحين، وأن يجعل أوقاتنا وأوقاتكم معمورة بالطاعة والعبادة. أيها الإخوة، إن شهر رمضان شهر من أشهر الله العظيمة. هذا الشهر العظيم يعتبر محطة إيمانية للعبد المسلم يتقرب فيها إلى الله جل وعلا، ولهذا فحري بنا أيها المسلمون أن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما افترض الله جل وعلا علينا، وكذلك أن يتقرب المسلم إلى ربه سبحانه وتعالى بنوافل العبادات وبالأمور المستحبات التي جاءت في الشريعة الإسلامية. فرمضان حقا هو شهر الإيمان وشهر الطاعة وشهر البر وشهر الإحسان، هو شهر الإقبال على الله سبحانه وتعالى، وشهر التوبة وشهر الأوبة، هو شهر التغيير والانطلاق نحو الأفضل. ولهذا أيها الإخوة، الله جل وعلا أمرنا بالتوبة فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بل وحثنا وحرضنا على ذلك فقال في محكم كتابه: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وأما سيرة النبي عليه الصلاة والسلام مع التوبة فذلك شأن عظيم، فقد كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم حافلة بالتوبة إلى الله والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو يوم من أيامه من التوبة إلى الله جل وعلا. وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. وإذا كان هذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي المصطفى
وهو النبي المجتبى الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فحالنا أيها الإخوة الكرام من باب أولى. فنحن الذين نقارف الذنب، ونحن الذي نكثر من الخطايا في الليل والنهار، فالواجب علينا أيها الإخوة أن نتوب إلى الله متأسين بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن هنا بشائر للتائبين، فيا أيها التائب لك بشرى أن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبتك، يفرح بتوبتك إذا رجعت إلى الله وإذا أنبت إلى الله. فإن الله سبحانه وتعالى الغني عن توبتك والغني عن عبادتك وطاعتك، يفرح سبحانه وتعالى حينما تقبل إليه تائبا منيبا. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاه. فلا إله إلا الله. فإذا كان الله سبحانه وتعالى بجلاله، وإذا كان الله سبحانه وتعالى بعظمته وسلطانه، يفرح بتوبتك أيها العبد الفقير، فينبغي عليك أن تقبل على هذا الأمر الذي يفرح به ربنا سبحانه وتعالى. وأبشر، ثم أبشر أيها التائب، فإنك إذا تبت إلى الله سبحانه وتعالى، فإنك مهما عملت من الآثام ومهما اقترفت من الذنوب العظام، فإن الله جل وعلا يقبل توبتك. الله سبحانه وتعالى يغفر ذنبك ويتمنى أن ترجع إليه سبحانه وتعالى مع عظم الذنب وكثرة الخطايا. ولهذا جاء عند الترمذي من حديث أنس في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: يا ابن آدم، يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي ملؤها أو ما يقارب ملؤها، ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا، أي جئت الله سبحانه وتعالى على الإيمان وعلى التوحيد، قال الله جل وعلا: لأتيتك بقرابها مغفرة. بيان لسعة رحمة الله وعظيم مغفرة الله سبحانه وتعالى. ولهذا أيها الإخوة، لماذا اليأس والقنوط من رحمة الله جل وعلا؟ وهذه أبواب التوبة مشرعة أمامنا في الليل والنهار. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. فأبشر، فأبشر أيها التائب، فإن مجال التوبة مفتوح حتى الغرغرة وحتى وصول الروح الحلقوم. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وأخيرا أخي الكريم، احذر من موانع التوبة والهداية: الرفقة السيئة، والإصرار على الآثام والذنوب والمعاصي، والتسويف. هذه ثلاثية خطيرة، وهي قد تكون من موانع التوبة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يتوب علينا وعليكم، وأن يتقبلنا وإياكم في التائبين.
وأن يجعلنا وإياكم من العابدين، والله تعالى أعلم. وصلِّ اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان الله، سبحان الله. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، وأرحب أيضا بلجنة التحكيم وأرحب بالمتسابق الثاني في هذه الحلقة الذي سيعرفكم بنفسه، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم حمزة خالد عويض من محافظة حضرموت من مدينة المكلة، وسابق في القرآن الكريم. إذن أنتقل الآن إلى الشيخ محمد اليافعي ليطرح سؤال هذه الحلقة على المتسابق الثاني، تفضل يا شيخ. مرحبا بك يا حمزة. أسمعنا من قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، وإن الله لهادي الذين ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة أو يأتيهم عذاب يوم بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه، وإن الله لعليم حليم.
ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. حسبك. شكرا للمتسابق حمزة خالد على هذه التلاوة العطرة وشكرا لأعضاء لجنة التحكيم. مشاهدينا الكرام سنذهب وإياكم الآن إلى نماذج قرآنية نتابع ومن ثم نعود، ابقوا معنا. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مع فقرة نماذج قرآنية. نستمع وإياكم لمجموعة من أبنائنا وبناتنا الذين يدرسون في الحلقات القرآنية، بارك الله فيهم. واليوم معنا اسمي عبد الله عبد الرحمن السليس، أحفظ من القرآن 13 جزءا، أدرس في الصف السابع، أحفظ من مركز الخير لتعليم القرآن الكريم. ما شاء الله يا عبد الله، أسمعنا من أي موضع تريد عبد الله؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ما شاء الله تبارك الله، صوتك جميل وتلاوتك مضبوطة ممتازة، الله يبارك فيك يا ولدي. هذه 50,000 ريال مقدمة كهدية لك من وزارة الأوقاف الإرشاد، تفضل. شكرا. سبحان الله. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، وشكرا لهذه النماذج التي ترافقنا خلال شهر رمضان المبارك، وأهلا بالسادة لجنة التحكيم، مرحبا بكم. وأرحب أيضا بالمتسابق الثالث لهذه الحلقة، فليتفضل للتعريف باسمه. الاسم بشير محمد خبش من محافظة حجة، أحفظ القرآن الكريم وأسابق فيه. حياك الله يا بشير، وأنتقل الآن إلى الشيخ الدكتور خالد الكبودي ليطرح سؤال المتسابق الثالث، تفضل دكتور. مرحبا بك يا شيخ بشير، أهلا وسهلا. أستعذ بالله وقرأ من قوله سبحانه وتعالى أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير.
يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات ربهم ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما تعبدون من وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين أحسنت بارك الله فيك ووفقك الله بارك الله فيك يا بشير على هذه التلاوة العطرة مشاهدينا الكرام وحتى يتسنى للجنة التحكيم كتابة أو إعلان نتيجة المسابقة لهذه الليلة سنذهب وإياكم إلى الفقرة الميدانية ومع السؤال الجمهور ومن ثم نعود ابقوا معنا سبحان الله أنت تعرف على اسمك؟ تعال تعرف على اسمك؟ فهد غالب أحمد البراهي طبعا السؤال يقول يا فهد التنازع سبب للفشل والهزيمة وذهاب القوة ما هي الآية الدالة على ذلك طبعا الأخوان شاركوا معنا وقالوا بعض الإجابات لكن نحن محتاجين الآية كاملة قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم طبعا نحن قلنا سبب للفشل والهزيمة وذهاب القوة ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. طبعا تمنينا تكون الإجابة عندكم صحيحة لكن كانت عند أخونا إجابة صحيحة ونسمع له أجمل تحية حصل معنا على جائزة مالية مقدمة من هذا البرنامج في رحاب القرآن شكرا لك على هذه المشاركة إذا المشاهدين الأعزاء حصلنا على إجابتنا الصحيحة لهذا السؤال خلونا الآن ننتقل وإياكم من الفقرة الميدانية إلى الأستوديو المشاهدون الأكارم مرحبا بكم من جديد وننتقل وإياكم الآن إلى لجنة التحكيم لإعلان المسابقة أو إعلان النتيجة النهائية للمتسابقين في هذه الليلة في الحفظ والتلاوة فليتفضل رئيس اللجنة دكتور محمد اليافعي لإعلان النتيجة النتيجة في هذه الليلة على النحو الآتي تحصل عاصم حسين دوش في الحفظ على 48 درجة واثنين من عشرة
وفي التلاوة على 47 درجة و7 من عشرة، فمجموع درجاتي 95 درجة و9 من عشرة. بينما تحصل المتسابق حمزة خالد في الحفظ على 48 درجة و5 من عشرة، وفي التلاوة على 48 و5 من عشرة كذلك، فمجموع درجاتي 97 درجة. بينما تحصل المتسابق بشير محمد في الحفظ على 48 درجة و2 من عشرة، وفي التلاوة على 47 درجة و3 من عشرة، فمجموع درجاتي 95 درجة و0.5 درجة. إذن مشاهدينا الكرام، بهذه النتيجة التي أعلنتها لجنة التحكيم، فإن عاصم حسين دوش 95.9 من عشرة هو المتاهل في هذه المسابقة، وأيضا حمزة خالد عويض المتاهل الآخر 97 درجة. إذن في هذه الحلقة المتاهلان عاصم وحمزة، سنودعهما على بركة الله يا عاصم، ويبقى معنا، تفضل يا عاصم تفضل، وأيضا حمزة. فيما سيبقى بشير للتكريم، سيحظى بالتكريم في هذه الحلقة، وليتفضل الأستاذ عبد الحليم الهجري أمين عام الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم لتسليم المتسابق شهادة وأيضا جائزة مالية. تفضل. إذن مبارك عليك يا بشير، شهادة تقديرية مقدمة من الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم، وأيضا مبلغ مالي قدره 60,000 ريال مقدمة من الجمعية، مقدمة من وزارة الأوقاف. إذن جائزة مالية مقدمة من وزارة الأوقاف وشهادة تقديرية، مبارك عليك يا بشير على بركة الله. تفضل. شكرا أستاذ عبد الحليم. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير نشكر لجنة التحكيم ونشكر المتسابقين في هذه الليلة المباركة، كما أشكركم أنتم، وأشكر أيضا طاقم العمل الذين يعملون لإنجاح هذا البرنامج. حتى الملتقى في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله، سبحان سعينا لرحاب القرآن، فربي أنسام الجنات علينا بجناح الأشواق أتينا للقاء الأحباب.